بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إلهي أحمدك وأنت للحمد أهل على حسن صنيعك إلي وسبوغ نعمائك علي وجزيل عطائك عندي، وعلى ما فضلتني من رحمتك وأسبغت علي من نعمتك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أدى ما حُمِّل وبلغ بما أُرسل. اللهم صلِّ عليه صلاةً دائمة، وصلِّ على وصيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وصلِّ على البضعة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة النساء، وصلِّ على صبطيه الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم وصلِّ على أئمة المسلمين وهداة الدين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. اللهم وصل على أمان الأمة من الزلل، والسالك بها والسالك بنا طريق المنى والأمل، الصراط القويم والنهج المستقيم، سليل النبوة ومعدن الحكمة، نور الأبصار وعين الأبرار، المهدي المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أخوتي أخواتي، أعرض على مسامعكم الكريمة الآيتين المباركتين التي ذكرهم الله تعالى في سورة غافر، الآية 17 والآية 18. قال الله تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الأزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كعادة القرآن الكريم أن يتحدث عن أمور ستقع، ومن أصدق من الله قيلا. وهذه الأمور التي ستقع في الآخرة، الآخرة إلى الآن لم يحن وقتها بالنسبة لنا. الأموات الله العالم بمصائرهم، لكن لازلنا في الدنيا ولا نعلم متى ينتهي هذا الأجل الذي ضرب لنا، لا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى. وهناك مصير سيلقانا. القرآن الكريم عندما يتحدث عن هذا المصير، قطعا هناك أكثر من نكتة في هذا المطلب، يريد أن ينبهنا، يريد أن يعظنا، يريدنا أن نزداد علماً حتى نزداد عملاً، يريدنا أن نطلع على عالم أو على عالم، وهذا الإطلاع نحصل به درجة من اليقين، درجة من الاطمئنان حتى نعمل. ولذلك البعض عندما يصف الأئمة عليهم السلام بعض أهل الورع والتقوى مثلا كأنهم في الآخرة لا يزالون، هم ليسوا في الآخرة، لكن هذا التشوق
للآخرة، كأن الإنسان الآن في الآخرة يتحسس نعيم الجنة ويتحسس لثحات جهنم والعياذ بالله، فيعمل لهذه ويبتعد عن هذه. من المواطن التي ابتلينا بها في الدنيا مسألة الظلم. والتفت أخوتي إلى معنى في غاية الأهمية، وهي مسألة الظلم. هذه الرذيلة وهذه الصفة الذميمة العقل يدركها، العقل يرى أن الظلم قبيح. ما معنى الظلم؟ يقول هذا ظالم. ما معنى الظلم؟ الظلم هو أن تسلبني حقي، أنا أملك حق وأنت تسلبني إياه، أنت ستكون ظالماً. حقي في الحياة، حقي في الاعتقاد، حقي في العمل، حقي في الجلوس في مكان، وأنت تسلبني هذا الحق، يعبر عنا ظالم. ولا شك إخواني هناك ظالم وهناك ظلام وهناك أظلم. الظلم من الصفات التي تقبل الزيادة والنقيصة، التي تقبل فيها صيغة المبالغة، كما تقول هذا إنسان طويل وهذا أطول، الأطول الطول حاصل وزيادة التي فيها صيغة التفضيل، صيغة المبالغة أيضا، فهذا ظالم وهذا أظلم، بل قد يكون ظلام، وهذا كثير الظلم يصدر منه ظلما ظلما بعد آخر. ومن أبشع حالات التجاوز على الآخرين هي حالة الظلم، ويبقى المظلوم يعيش حالة الكبت وحالة الألم، لأن حقه قد سلب وهو لا يستطيع أن يرجع حقه. لماذا يظلم الظالم؟ الظالم لما يظلم؟ قطعا لأسباب. السبب الأول حب التوسع، يحاول أن يريد كل شيء له فيظلم ويتجاوز، عنده سلطة وبهذه السلطة يظلم الآخرين بزعم أن لا أحد يستطيع أن يمنع ظلامته لوجود زبانية، لوجود ناس مسخرين لظلمه، يظلم لجاهه وعنده جاه، ويستغفل الآخرين بالظلم خصوصا الضعاف، يظلم لأن عنده مال يحاول بهذا المال أن يشتري الذمم وأن يظلم الآخرين. الظلم، القرآن الكريم والشرائع السماوية والأرضية عادة تشير إلى الظلم بإشارات سيئة، ومصطلح الحقوق والواجبات يدخل في هذه الخانة، أن أعرف حدودي فلا أظلم، وتعرف حدودك فلا تظلم، فهذا حقي، حقوق وواجب هذا حقي، فأنت إذا سلبتني حقي ستكون ظالما.
لاحظ القرآن الكريم أخواني، طبعا الظلم في الدنيا ما شاء الله، وفي بعض الحالات نبتلى بظلم كثيرين. أنت كما قلنا في الخطبة، اعرف الحق ستعرف أهله، وإذا عرفت الحق بالنتيجة ستعرف الباطل، فإذا عرفت أهل الحق ستعرف أهل الباطل. القرآن الكريم يعطي للظلم في الدنيا، ينبه، يبين، ماذا يقول؟ يقول: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. وهذا شيء عجيب غريب، لماذا؟ لأننا نؤمن أن الإنسان هذا كسبه، لكننا نغفل. القرآن يقول: الدنيا ليست مرتع للمحاسبات، قد يفلت فيها من يفلت، وقد يضيع من يضيع لأهل الدنيا، لكن الله تعالى، إن الله لبالمرصاد. يقول: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، ثم يبين يقول: لا ظلم اليوم. لاحظوا هذه العبارة القرآنية، يقول: اليوم، اليوم آخرة، لا ظلم اليوم، كأن لأن الله تعالى تبنى الموضوع قال: لا ظلم اليوم، كأن إشارة إلى أن عالم الدنيا وعالم الظلامات، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. نعم، قد أنا أرى وأنت ترى أن الله تعالى لماذا لا ينتقم من الظالم؟ الله لا يعجل بعجلة العباد، لكن واقعاً الله تعالى سريع الحساب، سرعان ما تمضي الأيام والليالي وينزل الإنسان إلى حفرته التي لا بد له منها، ثم ينفخ في الصور وننشر جميعاً لحظات، وسنرى بأم أعيننا كيف تكون الظلامات وكيف يكون حال المظلوم. لاحظوا، يقول: وأنذرهم، إنذار لمن؟ لكل ظالم. وأنذرهم يوم الأزفة، عندما تقترب هذه الساعة، بعد ذلك لا محيص، سينقطع كل شيء، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. وهذا التعبير الرائع، إذ القلوب لدى الحناجر، هذا التعبير على الإنسان يكاد قلبه أن ينخلع من شدة هذا الهول. كاظمين، هؤلاء مكبوتون، لأنهم ستأتيهم، ستقع عليهم الدائرة. لاحظوا القرآن يقول: لا ظلم، قال: لا ظلم اليوم، ثم لمن ينذر ويهدد؟ قال: ما للظالمين من حميم ولا شفيع. لماذا؟ لأن الشفاعة لا تكون للظالم، نحن نؤمن بالشفاعة، لكن هذه الشفاعة لا تكون إلا لمستحق لها. أما هذا الظالم الذي ظلم اثنين، ظلم ثلاثة، ظلم مئة، ظلم ألف، ظلم آلاف، هذا لا شفاعة له. قد يحسب الظالم أن ما يفعله من حقه. التفت أخوة، لكل ظالم حاشية تفسد عليه ما يفعل، لأن مصلحتها في بقاء ظلمه هي المستفيدة. وهذا الظالم عادة يكون معتوه، لا يعلم، أقصد لا يعلم من باب السفاهة،
لا يعلم ما يكون مصير الظالمين، خصوصاً الذي يظلم الضعاف. والظالم إخواني لا تتوقع أن له موقع رسمي حتى يكون ظالماً، لا، الظالم هذا العنوان قد يبدأ بنا في كل موقع من مواقع حياتنا. ظالم في الأسرة، ظالم في الأخ، ظالم في العمل، الظالم في الموقع السياسي، الظالم في الموقع الاقتصادي، الظالم في الموقع الإداري. كل هذه الظلم حالة غير قابلة للإنكار، العقل يدركها. وعندما تسلب حق أحد فأنت من الظالمين. فلان يقول لك أنت لست ظالم، هذا من حقك، هذا يكذب عليك. فلان يقول لك أنت لست ظالما، أنت تفعل الصحيح، هذا يخادعك. فلان يقول إنك لم تظلم، الناس هم الذين ظلموا أنفسهم، هذا يريد أن يجر النار إلى قرصه، هذا يستفيد منك، جعلك جسرا لمآربه، وبالنتيجة سينكفع عنك غدا. إيانا والظلم. لاحظوا، يقول ما تعبير في منتهى البلاغة، قال ما للظالمين من حميم، صديق حميم، علاقة قوية، ولا شفيع يطاع، حتى لو فرضنا كان شفيعا، حتى هذا الشفيع لا قيمة له. لماذا؟ لأن هذه حدود. الظلم في الحياة الدنيا مشكلة، والإنسان إذا ظلم أحداً لا يستطيع دائماً أن بتعبيرنا أن يتبارأ الذمة معه. والظلم كلما كان الموقع فيه تأثير أكثر كان الإنسان على خطر أكثر. لذلك لابد أن نتحاشى، إخواننا من يسمع القول، لابد أن نتحاشى الظلم قدر المستطاع، لأن عاقبة الظلم عاقبة غير حميدة. نسأل الله تعالى أن لا نقبل بالظلم ولا نكون من الظالمين، كلا الأمرين خلاف الوضع الطبيعي. أن الإنسان يقبل بالظلم، ترى إنسان مظلوم لا حيلة له، ترى يقبل بالظلم. نسأل الله أن لا نقبل بالظلم ولا نكون من الظالمين. إلهي كيف أظلم وأنت ردي، وكيف أظلم وأنت أيضا مطلع علي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.